السبب الثالث للوقاية من مرض كورونا وجميع الأمراض والأوبئة بإذن الله تعالى المحافظة على جميع الصلوات وخاصة صلاة الفجر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. من صلى الفجر أي في جماعة فهو في ذمة الله، فهو يصلي الفجر في جماعة مع أهل بيته، فإن لم يكن معه أحد يصلي بمفرده. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله أي في حفظ الله. رواه الطبراني وغيره عن سمرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فحافظوا يا إخواني على صلاة الفجر.